مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للتوصل بأحدث الأخبار الوطنية والدولية. في خبر جديد، قالت الصحافة الإسبانية اليوم الاثنين ان 3 من الأشخاص الذين كانوا معتصمين في مطار مدريد باراخاس تمكنوا من الفرار في غفلة من الشرطة الإسبانية بعدما لم تستجب السلطات لمطلب حصولهم على اللجوء في البلاد. ووفق المصادر نفسها، فإن الأشخاص الثلاثة الذين كانوا يتواجدون من ضمن مجموعة تضم أكثر من 30 شخصا يحملون جوازات سفر مغربية ويطالبون باللجوء السياسي في إسبانيا بدعوى أن حياتهم مهددة في المغرب جراء مواقفهم الموالية للبوليساريو، تمكنوا من استغلال وجود فجوة في المطار وقاموا بالفرار إلى وجهة مجهولة. وأضافت الصحافة الإسبانية أن الشرطة تعمل في البحث عنهم من أجل إيقافهم وإعادتهم إلى المكان المخصص لتواجد الأشخاص الذين ينتظرون قرارات السلطة الإسبانية بخصوص منحهم اللجوء أو تسليمهم إلى السلطات المغربية، على اعتبار أنهم يعتبرون في الوثائق الرسمية مغاربة ويحملون الجنسية المغربية. وتشير التقارير الإعلامية الإسبانية إلى أن خوف هؤلاء من الترحيل هو الذي دفعهم إلى القيام بعمليات الفرار من المطار، خاصة أن كل المؤشرات تدل على أن مدريد لن توافق على منحهم اللجوء بمبرر مواقفهم السياسية، إضافة إلى أن إسبانيا أصبحت تتعامل مع من يحملون الجوازات المغربية على أنهم مغاربة وترفض قبول تبنيهم لمواقف الانفصال التي تروج لها جبهة البوليساريو، ولا سيما بعد إعلان إسبانيا دعمها لسيادة المغرب على الصحراء. نشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.